أهلا بكم. اتخذت السعودية إجراءات متعددة لدعم رواتب المواطنين خلال الفترة الماضية، وفي عام 2021 تم تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4000 ريال كحد أدنى لاحتساب أجور السعوديين في برنامج نطاقات. طبعا هذا البرنامج تابع لوزارة الموارد البشرية، وهذا القرار بتطبيقه عزز التوظيف في القطاع الخاص. فقد كشف المركز الوطني للعمل عن ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى حوالي 24%، ليصل عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام إلى حوالي 1,827,000 موظف وموظفة من السعوديين. طبعا هذا بالنسبة للمملكة. ماذا عن الإمارات؟ أما في دولة الإمارات، طبعا تبحث وزارة الموارد البشرية والتوطين رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث لا يوجد هناك أي حد أدنى للأجور في دولة الإمارات، وقد تم تخصيص نحو 24 مليار درهم سوف يتم إنفاقها خلال 5 سنوات المقبلة، وذلك لتوفير نحو 75 ألف وظيفة للمواطنين الإماراتيين للعاملين أو للعمل في القطاع الخاص بمعدل 15 ألف وظيفة سنويا. آخر الدراسات والإحصاءات تشير بأن معظم الشركات، نحو 47% من الشركات العاملة في الإمارات، سوف تقوم برفع معدلات الأجور بنسبة تقريبا تصل إلى نحو 3% خلال العام مقبل 2022. ولكن ماذا عن قطر؟ ننتقل إلى هناك. زادت أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية من الفوارق في كتلة الرواتب والأجور بين القطاعين العام والخاص. ففي وقت ذهب القطاع الخاص إلى تخفيض الأجور وكذلك تسريح العمالة، قابله فعل مماثل للقطاع العام ولكن بنسب ودرجات أقل. الهوامش والفوارق بين الرواتب والأجور في دولة قطر يعتبر الأعلى والأكبر قياسا بالأسواق المجاورة في وقت يسجل التضخم أرقام تاريخية وقياسية، وهو ما يزيد الأعباء على المقيم بدرجة أولى والمواطن بدرجة ثانية، على الرغم من نمو كتلة الرواتب والأجور في موازنة قطر للعام 2022 إلى 59%. في صورة أخرى، لا تزال معضلة السيولة تعاني منها العديد من الشركات، وهو ما يؤدي إلى تأخير دفع رواتب الموظفين والعمال في العديد من هذه الشركات. لا تغيير في رواتب القطاع الحكومي، فهي بين 300 ألف إلى 3 ملايين دينار شهرياً بحسب الوزارة والدرجة الوظيفية وبعض الامتيازات. أجور القطاع الخاص هي في ذات المعدلات، لكنها تأثرت بفيروس كورونا وأزمة انخفاض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار من 120 إلى 147. لا مؤشرات حتى الآن على تعديل رواتب القطاع الحكومي حتى العام 2023، بينما الأزمات تتحكم بأجور القطاع الخاص. شكراً رائد. أما في مصر وتحديداً مطلع شهر يناير المقبل، من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص المصري، وذلك بما قيمته 2400 جنيه مصري شهرياً. إلا أن هناك عدد من المطالبات من عدة قطاعات بتأجيل تطبيق القرار نظراً لاستمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذلك إما لكثافة العمالة بهذه القطاعات أو أيضاً لارتفاع تكاليف الإنتاج في الفترة الأخيرة. وفيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فتم تقديم حزمة في موازنة العام المالي الحالي بدءا من شهر يوليو الماضي بما قيمته 25 مليار جنيه.